ابتسم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخير والصحة والمحبة والمزيد من الحيوية. نرحب بكم مستمعينا في برنامجكم بلسم على أثير نور دبي. في برنامجكم بلسم نعمل معا من أجل تعزيز مفهوم الصحة في حياتكم اليومية لكي تصبح الصحة أسلوب حياة. سعدنا نرحب بضيفنا داخل الاستوديو الدكتور ملهم ياسين، اختصاصي أمراض الأذن والأنف والحنجرة بدبي. دكتور ملهم حياك الله. أهلا وسهلا ومرحبا. أيضا نرجو لكم التحية أيضا زميلتنا في التنسيق والإخراج رحاب مبارك، ومحدثكم الدكتور بسام درويش في الإعداد والتقديم. للتواصل عبر الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006. دكتور ملهم، بداية يعني ماذا يريد المريض من الطبيب وماذا يريد الطبيب من المريض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حتى أستطيع أن أوصل الفكرة يجب أن أتخيل نفسي تارة كمريض وتارة أخرى كطبيب. نعم، وجميعنا مرينا به يعني بها المرحلة. نعم. كمريض أنا أبحث عند الطبيب عن المساعدة. نحن نعلم الشافي هو الله سبحانه وتعالى، لكنه قد هيأ في هذه الحياة أسبابا، والأسباب من أسباب الشفاء الطبيب الحاذق الذي يعلم طريق الوصول إلى وضع التشخيص الصحيح، وضع خطة المعالجة والسير بالمريض والأخذ بيده حتى الوصول إلى بر الأمان. نعم. سواء كان هذا المرض هو مرض حاد أو كان مرضا مزمنا، مرضا خفيفا أو خطيرا، المرض يبقى بالنسبة للمريض مرض وهو مكروه في جميع الأحوال. إذن أنا حينما أكون مريضا أنتظر من الطبيب أن يمتلك الدراية الكافية أولا لوضع التشخيص، أن يتسع صدره، أن يكون واسع الصدر وحليم، لأني كمريض حتما أي مرض يترك آثاره النفسية علي. يعني المريض حينما يأتي يزورني ليس مريضا فقط بجسده، إنما أي، سمعتك مبارح عم تحكي دكتور أنه أي شرط ضربة مشرط تترك ندبة نفسية. نعم. أي مرض يترك ندبة نفسية ويخلق حالة من التوتر عند المريض. نعم، الندبة الجسدية بمعنى تلتئم وسرعان ما تلتئم، لكن الندبة النفسية يعني للأسف قد لا. نعم. تلتئم. فأنا أنتظر من الطبيب بالدرجة الأولى كمريض أنتظر من الطبيب أن يكون إنسانا في التعامل معي. نعم. إنسانيا حاذقا ذو دراية كافية، وأن يتخذ أقصر الطرق وأسرعها وأقلها تكلفة علي حتى يوضع التشخيص الصحيح وأوصل يوصلني إلى بر الأمان ويوصف لي الدواء المناسب. نعم، لذلك كان في السابق إطلاق على الطبيب لقب الحكيم. الحكيم. نعم، وطبعا يعني الحكمة مثل ما ذكرت، يعني جميع ما ذكرت تتوفر يفترض في هذا الشخص الذي يعني يعمل في مهنة إنسانية نبيلة. أن تتعامل مع الأرواح، ولذلك هي مهنة يعني قد أقول إنها مقدسة، لأنك تعمل مع أرواح، تعمل مع أشخاص، أنت لا تعمل لا مع جمادات ولا مع نباتات ولا مع حيوانات. وصعب أيضا لأنه هي مهنة إنسانية نبيلة، وأيضا هي مصدر لرزق الطبيب. تماما. كيف لك يعني المعادلة يعني صعبة شوية؟ المعادلة صعبة، ولذلك حينما يعني في أسس وقواعد كانت موجودة سابقا وما زالت موجودة الآن في كثير من الدول المتطورة، لا يكفي فقط الذكاء والفهم والألمعية عند الشخص الذي يدرس الطب أو يريد أن يصبح طبيبا في المستقبل، إنما في اختيار الشخصية، في الامتحانات الشخصية، الامتحانات التي تثبر أعماق شخصية الشخص أو المتقدم للدراسة في كلية الطب، وإذا رسب في الامتحانات الشخصية لن يدخل كلية الطب عندهم. نعم. يستقصى. طيب أنا كطبيب كمريض عرفنا أنا شو بدي. نعم. لكن ماذا أريد كطبيب؟ نعم. السؤال الثاني وجهته. نعم. ماذا يريد؟ نعم. ماذا يريد الطبيب من المريض؟ من نعم. المريض. الحقيقة هذه مهنة، لكن المهنة هي نوع مهنة من نوع خاص، وألها أطر وأسس وقوانين خاصة يجب أن تحكم نفسية الطبيب قبل أن تحكم شخصية أو طبيعة العلاقة بينه. نعم. أولاً هذا الطبيب، أنا كطبيب يجب أن أتصور أن كل من دخل باب العيادة عندي بحاجة لمساعدة بغض النظر عن
أي شيء آخر. نعم. قد يكون مريضا عضويا، قد يكون مريضا نفسيا، قد يكون عنده أشياء طاغطة عليه. أنا مهمتي أولا كطبيب أن أميز الآن ما هي مشكلة هذا المريض اللي دخل عندي. نعم. أول شيء في عنا قاعدة أن نخاطب الناس على قدر أفهامها. إذا عندي طفل، إذا عندي امرأة، إذا عندي رجل، عندي إنسان في منتهى الذكاء، عندي إنسان مستوى الذكاء متوسط إلى آخره، يجب أن أخاطب الناس على بالطريقة اللي بيفهمها كل شخص. أولا اتحدث معه بلغته مو بلغتي أنا كطبيب. ثانيا ألا أن تكون العلاقة بيني وبين مريضي هي علاقة أفقية وليست علاقة من الأعلى إلى الأسفل، علاقة عمودية كما ذكرت. يعني أنا أجلس مع مريضي وأزيل كل الحواجز بيني وبينه. مجرد ما أشعرته في الأمان وأنه أنا إنسان صديق له وأنا بدي ساعده، اخترقت حواجز كتيرة ووصلت إلى عمق شخصية هذا المريض لفهم مرضه. وهي خطوة أساسية نقول دائما هي أيضا مفتاح للتشخيص. نعم. يعني هي المفتاح أو الباب الأساسي، البوابة التي نعبر من خلالها إلى الداخل، وبالتالي فعلا لحتى نشوف يعني المريض بشكل كامل ومتكامل. فطبعا هذا يعني أمر هام جدا، أن أقترب من المريض، أن ألامسهم. وأيضا نحن مثل ما بنعرف يعني قد يأتي مريض يعاني من الصداع ويعتبر الصداع أكبر مشكلة، يعني أكبر من أي مشكلة، حتى لو كان في أشخاص آخرين لديهم أمراض قلب أو سرطان أو غير ذلك، لكن بالنسبة له هذا الألم هو المشكلة الأساسية. نعم. فالطبيب عليه أن يفهم هذا الأمر وأن نعم. أيضا أنا كطبيب أريد من مريضي أن يكون صريحا معي إلى أبعد الحدود. يعني قد أضطر للوصول إلى تشخيص المرض، الدخول إلى الزوايا الخاصة في حياة هذا الإنسان. والطبيب ليس قاضيا أيضا، وبالتالي أيضا نعم. يعني أنا إنسان نعم. أنا إنسان محايد. نعم. أنا أسمع بهدف المساعدة. بهدف المساعدة. نعم. وقد أضطر إلى معرفة أسرار أو أجزاء من أسرار هذا المريض. طبعا من حق المريض علي أن لا أفشي سره. نعم. يعني حتى لو زوجي ما بفشي سر للزوج، أو الولد ما بفشي سر للأب أو الأم. يعني هاي من الحقوق، من صيانة أسرار المهنة. الذي أطلبه من المريض أن يتعاون معي. نعم. في وضع خطة العلاج وفي تطبيقها. نعم. وأن يكون صادقا في ذلك. طبعا التعاون في خطة العلاج تقتضي أن نخالف كثير من الأعراف السائدة عندنا. يعني لازم فهم المريض شو مشكلته، لازم يعرف شو قصته. أنا أذكر أنه في أوروبا دائما إذا كان في عندي مرض، كنا دائما نيجي المريض إذا حد من أقربائه بده يجي مع الزوجة مع الزوج إلى آخره، ونشرح دائما المرض بكافة أبعاده وخطة المعالجة. نعم. خصوصا إذا كان من الأمراض المزمنة أو الخطرة. نعم. سنتكلم طبعا عن الأسباب للمرض وغير ذلك، لكن معي اتصال من الأخ عبد الرحمن. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. عليك السلام. مرحبا. يا مرحبا. حفظك الله وضيفك الدكتور ملهم. أهلا وسهلا. شكرا. يحفظكم الله الدكتور ملهم. أنا لم أره ولم ألتقي به، لكن سيرته العطرة وأثره بين الناس عظيم. أنا أعرف أناسا عندما يذهبون إلي يعاملهم تعامل الإنسان الكامل بعيدا عن المهنة حقيقة، وأفضله على الكثيرين يعني واضحة وبار، وهم يدعون له في ظهر الغيب. وأنا أقول على الملأ، نسأل الله عز وجل أن يزيده صحة وعافية وخيرا، وأن يكثر من أمثاله. الناحية المهنية هذه موجودة، لكن كالطبيب الإنسان الذي ينظر إلى إلى المريض على أنه قصده ليساعده بمهارته وبإنسانيته. نعم. هذا الرجل على هذا القدر العظيم. الأمر الله يحفظكم، بس توجيه عام للدكتور لنا في وقت نحن بحاجة إلى توجيهات فيما يتعلق بالأنف والأذن والحنجرة وأمراض هذا الوقت الذي لا يخفى. نعم. وأشكرك على جهدك وعلى براتك يا دكتور، وأسأل الله عز وجل لكم مزيدا. شكرا لاتصالك أخي عبد الرحمن. وطبعا يعني بنيابة عن دكتور ملهم، طبعا واجب الدكتور ملهم وبقية الأطباء أن يقدموا الأفضل لكل مريض بغض النظر عن لونه وعمره وأيا كان، وعرقه ودينه. نعم. وجنسه
وطبعا مثل ما حكينا هي المهنة الطبية مهنة إنسانية، ونتمنى أن تبقى يعني إنسانية نبيلة وألا تشوبها أي شائبة. طيب معي كم دقيقة رحاب؟ دقيقتين. طيب دكتور ماذا تضيف؟ أضيف أولا الشكر للأخ عبد الرحمن، لقد أخجلني فعلا، وأقول اللهم. دكتور ملهم حياك الله. أهلا وسهلا. إذا كنا نتكلم عن ماذا يريد المريض من الطبيب، وأيضا ماذا يريد الطبيب من المريض، وذكرنا ما يتعلق بالناحية المادية، وطبعا الطبية مهنة إنسانية وهي أيضا مصدر لينتفع منها أيضا الطبيب، لكن ضمن أخلاقيات المهنة. نعم، الحقيقة الأمر أن قضية الكسب عن طريق ممارسة مهنة الطب هو أمر ليس بالسهل، وتنظيمه ليس بالأمر الهين. نعم. لأنني في قرارة نفسي أقع بين أمرين متناقضين. أول شيء أنا أقسمت أن أساعد هذا الإنسان. نعم. المريض حينما تخرج من كلية الطب، وأن القسم الطبي. القسم. نعم. الطبي. نعم. وأقسم بالله العظيم وألا أؤذي، يعني بداية ألا أؤذي، ألا أؤذي. وأني ساعد إلى. نعم. الآخر، وأن يحفظ. نعم. سره. نعم. وهو إلى آخره. وبنفس الوقت أنا أتكسب من مساعدتي لهذا المريض، سينشأ نوع من الأزمة الأخلاقية داخل نفسية الطب. نعم. لكن بنفس الوقت ضرورات الحياة، أنا درست مهنة الطب حتى أتكسب، حتى أعيش، حتى عندي نفقات. نعم. عندي أولاد، عندي حاشي، بدي أكل. نعم. بدي أشرب، ألبس إلى آخره. الآن. نعم. الموضوع ليس موضوع الكسب هو المهم. نعم. أو هو المشكلة إذا كنت حينما يدخل إلي المريض من عتبة الباب أن أرى في هذا المريض أرقام. نعم. إذا أرى في هذا المريض أرقاما فلازم ما مارس مهنة الطب. نعم. صدقا في تحرج حينما يسألك المريض هذا الموضوع شو بيكلف، بتشعر أحيانا بحرج في نفسك تجاوب، لأنك أنت ما أنك تاجر. نعم. بالبازار ولا بسوق الهال، أنت طبيب. نعم. إذن كيفي بدي لازم يجب أن تكون هناك وسيلة لإخراج الطبيب من هذه الأزمة الأخلاقية، وبنفس الوقت عدم بخسه حقه. نعم. في الحياة، في الحياة الكريمة، وبنفس الوقت أن لا يظلم المريض. أنا أعتقد دكتور بسام، وهي قناعتي الخاصة بعد ممارسة. نعم. مهنة الطب أكثر من 25-26 سنة، أن هذا الموضوع يجب أن ينظم عن طريق هيئات مختصة. نعم. تنظم العلاقة المادية بين المريض والطبيب. نعم. ضمن ضوابط أيضا، ضوابط ومعايير. نعم. خاصة تكفل الأمانة وحق المريض والحياة الكريمة للطبيب. نعم. لكن حتى هذا الأمر يبقى الأمر متعلق بأخلاقيات الطبيب وما يراه مناسبا. نعم. طيب بأيضا الانتقال للموضوع الآخر، وهو أيضا الحالات، الأسباب، يعني الأسباب التي تؤدي للحالات المرضية بمختلف أشكالها. طبعا هي هناك حالات وراثة من جهة، وهناك أيضا عوامل أخرى مكتسبة وغير ذلك. نعم، في عندي عوامل جينية. نعم. عندي خلل وراثي، عندي خلل جيني مورثي إلى آخره، هي العلاقات. نعم أعرفها. في عندي أسباب إنتانية، في عندي فيروسات، في عندي بكتيريا، في عندي فطريات، في عندي هي مخلوقات أخرى بين الفيروسات والبكتيريا تسبب الأمراض. لكن من خلال مهنتي وخلال ممارسة في هذا البلد الكريم شاهدت أنه ما خلى الحالات الجينية أو الوراثية وما خلى الإنتانية تلعب الحساسية دورا كبيرا جدا في الأمراض. نعم. وبالذات الحساسية من النوع التراكمي أو المديد. نعم. وليس الحساسية الجينية أو السريعة، التايب 1 أقصد. وأكاد أقول بعد 9 سنوات عمل في مجال التحسس الغذائي ومؤتمرات الخاصة فيه والبورد المشكل لهذا. نعم. الموضوع عالميا، أن الكثير من أمراض الطفولة أو معظمها، والكثير من أمراض ما بعد الطفولة لها علاقة مباشرة بما نأكل. نعم. ولها علاقة مباشرة بما يسمى متلازمة المعي النفوذ أو الليكي كات سيندروم. وتمر هذه الحالات على العيادات، وبخاصة عيادات الأطفال والأنف والأذن والحنجرة والجلدية بشكل يومي وبتكرار هائل. نعم. ولا يقتضي الأمر أكثر من السماع والعودة في القصة إلى مرحلة الحمل
وثم متابعته فيما بعد الحمل والولادة وكيفية الولادة والأرضاع الوالدي والأرضاع الصناعي، ومتى بدأنا بالحبوب وما بدأنا بالبيض وما بدأنا بالأسماك وإلى آخره، وسنجد أن الطبيب سيستطيع أن يحدد السبب الموجود الذي يؤدي إلى مرض هذا الطفل. كثير من الأمور تأتي لنا على العيادات على أساس أنها ضخامة في الناميات أو اللحميات، والتهاب متكرر في اللوز، وانصبابات مصلية أو مخاطية أو عجينية في الأذن الوسطى، ويقرر على أساسها العمل الجراحي لاستئصال اللوزتين واللحميات ووضع الأنابيب في الأذن. قد يكون الطفل في عمر دون 3 سنوات حتى، والغريب أنك حينما تسأل يعني وتقعد مع الأهل الطفل بتتكلم معه تجد في قصة مرضية تمتد إلى مرحلة الطفولة الأولى. إذن ليس الأمر، إذا الأمر متعلق بأمور أخرى. هدول أطفال نمطيين لحتى نعرف، لحتى نعمل لهم إجراءات التحسس الغذائي، الاختبارات. نعم. وسترى يعني أنا أطلب من أهل كل مريض ومن زملائي أن إذا الطفل صار له عم يمرض 3 أو 4 سنوات أعمل الاختبار. نعم. واترك الأهل يعني أعطيهم الحمية الملائمة له مع البدائل، وطبعا هاي أمر يحتاج إلى تثقيف وتدريب وتعليم. وسترى أنه خلال 6 أسابيع ستنتهي معاناة الطفل في معظمها، وتعود الأمور في معظمها إلى مجاريها. وقد حجم العمل الجراحي يرجع إلى أصغر حد، يعني أقول في كثير من الأوقات لا تضطر لاستئصال اللحميات ولا للوز، ولكن قد تضطر إلى وضع أنابيب تهوية في الأذنين، وهذا يتكرر. ترى الطفل يعني أنا بقول الطفل رجع لوضعه الطبيعي، ما عملنا عملية جراحية، ما أثرنا، ما دخلنا بمخاطر، والأهل بيكونوا مبسوطين والحمد لله الأمور تمشي على ما جاريها. والسؤال بيسألوا دائما الأهل إنه هل هذا الأمر هو مدى الحياة؟ إنه لا، ليس مدى الحياة، الحمية ليست مدى الحياة، ما خلى الحليب، حليب الأبقار طبعا غير المطبوخة، لكن هذا الأمر الذي أنا بالدرجة أقول أطالب الأهل إنه يتنبهوا له يعني قبل الأطباء. نعم. إنه أنت ما تأكل، هذا كلمة حكيتها كثير أنت دكتور بس. نعم. نعم. وهل الطفل هاد يتغذى التغذية المناسبة له في عمره؟ منذ الرضاعة. منذ الرضاعة. نعم. منذ منذ البداية يعني هل يتغذى على حليب الأم، الحليب يعني الذي المثالي للطفل وأيضا المجاني اللي هو رب العالمين للطفل، فلماذا يعني نذهب إلى الحليب الصناعي؟ طبعا هناك استضافات للحليب الصناعي في حالات يحددها الطبيب إذا كان هناك ضرورة. نعم. الحليب الصناعي هو دواء، هو علاج. نعم. وليس تغذية بديلة وليس ترف أيضا. وأكثر شيء حقيقة بتنزعج إنه بيقول لك والله طفل بيتحسس حليب أمه. لا، ما في طفل بيتحسس حليب أمه، إنما يتحسس على مواد تأكلها الأم وتخرج في الحليب. نعم. وتؤثر على الطفل، مثل الحليب أو الجلوتين، القمح، المكسرات. ويا ما شاهدنا وكثيرا ما إذا جاءت الأم بطفل رضيع وهي ترضعه وعنده أعراض الحساسية، مفحص الأم ما مفحص الطفل. نعم. ومنطبق الحمية على الأم لأن الطفل يأخذ حليب أمه ويشفى الطفل بإذن الله. نعم. ومن هنا تكمن مثل ما ذكرت يعني في البداية أهمية العلاقة ما بين الطبيب والمريض وأهمية القصة المرضية. نعم. يعني التفاصيل اللي أنا باخدها كطبيب من المريض أو من ذوي المريض أحيانا يعني بتضطر لأنك تأخذ معلومات من أيضا المقربين من المريض لحتى تكون الصورة. اسمح لي لك دكتور بسام، أنه إذا أجاك طفل المرة الأولى على عيادي وعنده أمراض في الجهاز التنفسي العلوي، انسدادية، التهاب لوز، مشاكل في الأذن والسمع، تحتاج إلى ساعة كاملة مع الطفل وأهله، ويجب أن تكون الأم موجودة. نعم. مو الأب، الأم، لأن هي الأدرى في هذا الموضوع، لازم تكون موجودة. وبدك ترجع بالقصة، قد يأخذ معك الطفل ساعة كاملة لتوصل للتشخيص. نعم. الصحيح. أما التشخيص، أما أن تحط والله عنده ضخامة لحميات وعنده كذا ولازم يشيل، هذا أمر بسيط جدا. نعم. لكن هل ستنتهي المشكلة؟ في معظم الأحيان لا، قد العضو الذي تتظاهر فيه المرض يتظاهر فيه المرض هو اللوز واللحمية بعد ما استأصلنا، سيتحول مرة أخرى إلى إلى احتقال، لأنه الآلية هي آلية احتقالية. نعم. صحيح. وسيتحول إلى مكان آخر. نعم. وترجع الطفل بتلاقيه عم يعاني مرة تانية. إذن اختيار الحالة الصحيحة ووضع التشخيص الصحيح الدقيق بيوفر على المريض
وبيوفر على نعم. الأهل وبيوفر حتى على الطبيب. نعم، وأيضا يؤمن السلامة للمريض. نعم. يعني لما أنت عم يعني دائما نقول المعالجة السببية، وطبعا المعالجة السببية تعتمد على القصة المرضية، على التشخيص، معرفة السبب. بل حتى كثير من الحالات عند البالغين. نعم. دكتور بسام، مثلا حالات الشقيقة، الكولون العصبي، الأكزيما، حتى الربو. نعم. لحميات الأنف أو التهاب الجيوب المزمن، التهاب الأنف المزمن، يختفي وراءها في كثير من الأحيان مسببات أخرى. يعني نحن ليش العمليات الجيوب الأنفية لها سمعة سيئة؟ لأننا في الحقيقة نعالج العرض لا نعالج المرض. نعم، كمان في لحمية شلنا. نعم، فتحنا الجيب. يعني نعم، كمان لديه يعني صداع، وطبعا تعطيه مسكنات. نعم. وربما يكون الصداع بسبب ارتفاع في الضغط أو مشكلة في الفقرات أو في الأسنان أو في الأذن أو في يعني نعم. طيب، منذكر بطرق التواصل على الهاتف 600551414 والرسائل النصية القصيرة على 4006. دكتور ملهم، أيضا يعني هناك أخطاء يعني حتى بالنسبة لأفراد المجتمع، يعني مثل في هالأيام هي بسبب نعم بسبب يعني زيادة أمراض البرد والأمراض الفيروسية وغيرها، طبعا بتصير أخطاء كثيرة سنتحدث عنها، لكن بأخذ هذا الاتصال من الأخ أبو جراح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الصحة؟ إن شاء الله طيبين. أبو جراح وياكم. أهلا وسهلا بك أخي أبو جراح، تفضل. دكتور ملهم معك. أي والله، من يومين ثلاثة شوي مو بصاحي، حاجتني نزلت برد والأشياء تغيير الجو. سلامات إن شاء الله. الله يحفظك. سؤالي للدكتور وضيفك الكريم، الجراثيم، هذا في جراثيم منتقلة عن طريق الهواء أو الغبار أو في البيت نفسه دكتور يصيب الأطفال، ما هي الأمراض هاي اللي خاصة تصيب الأطفال أو الطفلة أو الطفل في البيت نفسه؟ نعم. والشيء الثاني اللي تصيب الناس الكبار لما يخرجون برا أو تقابل واحد، شو الوقاية؟ الوقاية خاصة نوقي نفسنا خاصة من المصابين، يعني هذولي في الزكام والبلاعيم والسخونة أو اللي يحملون الجراثيم، هذه الأشياء الموجودة. طيب، وما قصرتوا. شكرا، نتمنى لك الصحة والسلامة أخي أبو جراح، شكرا لاتصالك، تفضل دكتور. طبعا مع تغيرات التقلبات الجوية تظهر أنواع مختلفة من الأمراض، في أمراض تظهر في الصيف، في أمراض تظهر في الشتاء، في أمراض تظهر مع التقلبات الجوية الموجودة. الرياح المحملة بالغبار والمحملة بالأتربة قد تنقل معها فيروسات، نعم، وتنقلها من مكان إلى آخر. الغبار والأتربة بحد ذاتها هي مخرشة للجهاز التنفسي، فعندي أمراض بآليات مختلفة، عندي آليات تخريشية، عندي آليات تحسسية، عندي آليات إنتانية، وكل يعالج بطريقته. لكن أمراض الجهاز التنفسي هي الأمر الأكثر شيوعا في مثل هذه الحالات والتقلبات، وهذه تأتي عادة من التهابات فيروسية بدئية، وقد تكون أمراض تخريشية، يعني في عندي رمل موجود دخل الجيوب الأنفية، دخل المجاري التنفسية، أدى لحدوث تفاعل تخريشي، أو في شيء مادة محسسة كانت طائرة معه ودخلت الطرق التنفسية. العلاج طبعا بكثير من الأوقات لا يلزم أنك تعطي مضادات حيوية، العلاج هو علاج أنا بسميه متناغم عن الطبيعة. أكثر ما أحذر منه هي الأدوية المضادة للزكام، أحذر منها مرة تلو الأخرى تلو الأخرى، لأنه هذه الأدوية أولا تقلل من ورود الدم إلى المناطق الملتهبة، يعني عامل المضاد للالتهاب صار أقل. ثانيا لها تأثيرات جانبية خطيرة جدا، وقد تكون على كبار السن في منتهى الخطورة، خطيرة على الحياة. يعني كل إنسان عنده سكري، عنده ضغط، عنده أمراض في القلب، عنده أمراض في الأوردة والشرايين مثل الدوالي، عنده ضخامة في البروستات، عنده سكري، عنده اضطرابات في الغدة الدرقية، كل هؤلاء الأشخاص ممنوع عليهم منع بات يستعملوا هذه الأدوية بدون ذكر أسماء تجارية، لكن هي بتكون عادة ممزوجة بعدة أدوية مضادات الحساسية. نعم. سودا إفدرين أو المادة طبعا هناك تحذير من هذه الأدوية أيضا للأطفال. نعم. للأطفال تحذير، بل عليها دراسات أنها نعم. تؤدي مشاكل قلبية. نعم. أيضا نعم تؤدي إلى تأخر الشفاء، لأنه نعم. العرض موجود متحسن لكن المرض ما زال يسير. اثنين، لا يجب استخدام المضادات الحيوية في كثير من الأوقات عند عدم وجود اختلاطات بكتيرية واضحة.
يعني الانفلونزا ممكن نكتشفها بمسحة من الأنف خلال دقيقتين. نعم. إذا كانت انفلونزا العلاج معروف شو الدواء لها. إذا كان ما عندي بكتيريا بالمسحات يعني ممكن ناخذ مسحات مبدئية فورية أو ممكن ناخذ مسحات نبعثها للمختبر وخلال يومين أو ثلاثة بيكون النتيجة موجودة عندي في بكتيريا ولا ما في سواء من الحنف من البلعوم أو من القشع الخارج. فإذا ما عندي التهابات بكتيرية ما في داعي أعطي مضادات حيوية، إنما عندي الصيدلية المنزلية اللي هي العسل الزهورات الزعتر، في عندي المميعات المخرجة للمخاط إذا كان موجودة كمحضرات دوائية، الراحة وشرب السوائل بكمية كافية، الامتناع عن التدخين ودخول الأماكن التي يدخن فيها، الإجازة تجنب أيضا التيارات الباردة. نعم. والانتقال من مكان دافئ إلى مكان بارد أو العكس، يعني هذا أيضا أمر هام جدا. يعني هلا كثير أخطاء دكتور يعني اللي عم بتصيروا أيضا لنشاهد، يعني نراقب الصيدليات. نعم. يعني معظم الأشخاص يعني يدخلون ويخرجون بشراب مضاد للسعال أو مضاد للاحتقان أو خافض للحرارة، وأيضا يعني للأسف أحيانا مضادات حيوية. نعم. بالنسبة لخافضات الحرارة دكتور إلي تعليق بسيط خلي يسمعوا الناس. كثير من الناس بيقول لك أخي عطيته بانادول للولد حرارته نزلت ساعتين وطلعت مرة تانية أكثر من الأول. نعم. المواد الخافضة للحرارة التي نستعملها تعتمد على مبدأ التبخير. نعم. يعني إذا كان عندي حديدة محمى وبدي بردها بحط عليها ماء بارد فبياخد من حرارة الحديدة وبيتبخر. المواد المضادة أو الخافضة للحرارة تعتمد على هذا المبدأ، بتخلي الجسم يتعرق والعرق بيتبخر وبيخفض حرارة الجسم. الأدوية الخافضة للحرارة إذا أعطيناها للطفل أو للكبير يجب أن يتبعها شرب كميات جيدة من السوائل. نعم. وخصوصي الماء، فإذا لم نشرب فستصعد حرارة الإنسان المريض بفعل الجفاف لأنه نقصت السوائل في جسمه. إذن الأمر لا يعتمد على الدواء إنما يعتمد على استجابة الأهل أنه كيف لازم نرفع، لازم نعطيه كمية كافية من السوائل. أي مرض، أي مرض العلاج الأساسي له ما عدا أمراض خصور القلب والكلية، نحن بنحكي الآن عن أمراضنا إحنا، العلاج الأساسي فيها هي زيادة كمية السوائل وبذات الماء. نعم. الماء بيجلي كتير من السموم خارج الجسم بيطرحها لبرا. فبطبيعة الحال إذا المريض عنده إصابة بالجهاء نحن بطبيعة الحال نبلع من الأنف باتجاه المعدة لتر مخاط، فإذا كان عندنا أمراض بالجهاز التنفسي بتزيد ضعفين أو ثلاثة. نعم. لازم نعوض هالسوائل اللي خسرناها. نعم. والتعويض بيكون عن طريق الشرب. الشرب بالدرجة الأولى بيخفض الأعراض وبيسرع الشفاء، هذا واحد. اثنين الوقاية. نبدأ المهم في الموضوع الاعتناء بالغذاء والاعتناء بمقاومة الجسم. الفيتامين دي لازم يكون عندي عالي، الفيتامين اي عالي، الحديد طبيعي. الآن شو هذا الجو شو بيلائمه؟ نحن في الشتاء إذا ما في تحسس عندي البرتقال، عندي الفواكه الحمضيات اللي فيها فيتامين سي، الثوم. نعم. اللي يعتبر صيدلية متنقلة، الكركم يلي هو مضاد للبكتيريا والفطريات والفيروسات، نهتم فيها ناكلها بهذا الوقت اللي هو وقت الشتاء ووقت الأمراض. شيء آخر، كثير من هذه الأمراض تعتبر تدريب للجهاز المناعي. يعني نعم. الجهاز المناعي بده تدريب، مثل ما العضلات عندنا بده تدريب، الجهاز المناعي بده تدريب، والتدريب تبعه هو الإصابة ببعض الأمراض لحتى يصير في تحريض وفي يصير في تنشيط. أما الوقاية، الوقاية بسيطة، يعني كثير من الأوقات الأمور بدها تصير، لكن الحفاظ على النظافة الشخصية، غسل الأيدي. نعم. إذا بدي قارب تفادي الازدحام، تفادي الازدحامات. نعم. واحد عطس يحط منديل قدام أنفه وقت بيعطس أو كح. نعم. يحط منديل. هاي الأمور بتخفف كثير من الإصابات. وأنا بلح على موضوع هون، الوضوء. نعم. اللي فيه غسيل أنف ووجه وإيدين. نعم. 15 مرة في اليوم. نعم. فإذا يعني اتباع قواعد النظافة العامة. نعم. وخصوصي أنه الوضوء. نعم. في غسيل للفم وللأنف. نعم. فاتباع إذن قواعد الصحة العامة تقينا من الكثير من الأمراض وتقلل أيضا من تناولنا للأدوية، ودائما نقول يعني تناول الدواء فقط وفق إرشادات الطبيب. كل الشكر للدكتور ملهم ياسين اختصاصي أمراض الأذن والأنف والحنجرة بدبي. دكتور ملهم شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا، أشكركم.